ايه يا جوني؟ كنت فين يا ابني كل ده؟ بقالك 3 ساعات قافل موبايلك، انت كنت بتعمل ايه؟ مفيش، زهقان جدي. هو ايه اللي انت كنت راكبه ده؟ ده زعتر، لقيته قاعد في الزريبه زهقان، قلت اسليه ويسليني، ركبته. بصراحه يا جوني يعني انا مش فاهم انت زهقان من ايه؟ ما مفيش حاجه بنعملها يا توماس، مفيش اي حاجه بنعملها، كل يوم زي اللي قبله، الدوار، الكبير، الغيط، انت بعرفك ده، ولا في مكان بنسهر فيه بالليل، ولا في كافيه نشرب فيه حاجه الصبح. انت اللي عامل في نفسك كده، ولعلمك بقى زعتر ده هو اللي مزهقك. انت بالليل يا معلم تسيب لي نفسك وانا هعمل لك اتموسفير. وف إيه، هتلبس شمعدان وترقص لي؟ شكلك هيبقى ويرد قوي، وانا ما بحبش الحاجه دي بصراحه. جوني ما تحرقش المفاجاه. والله احنا متأنسين بيك النهارده يا سي جوني. ثانكس يا قرش، ثانكس. انا اللي مستأنس بيك والله. يعني عايز اقول لكم، يعني انا من ساعة ما جيت هنا نفسي يعني اخرج بالليل الاقي مكان، مش لاقي. مين ده؟ انا عبد العزيز. عبد العزيز مين؟ عبد العزيز عديلو. عبد العزيز عديلو. طب بص انا هندق لك عديلو، لان عبد العزيز ده منتشر وبصراحة اسمك طويل قوي اوفر يعني. اتفضل يا سي جوني. سي ده ايه ده؟ ده فضة خيرك 50 صعيدي سكر زيادة. لا أنا ماليش تقل عليه قوي، لو في شاي يبقى أحسن. ما ده شاي، شاي 50. وات ايفر، أوكي. ده في كحول كام في المية ده؟ ده شاي حب. وتشرب لي حبر ليه يا قرش؟ الله يحفظك يا سي جوني، أنا ما مصدقش يا ولاد. العمدة بذات نفسه قاعد مالي ايديك كده، عيني عينك. انا بطبيعتي من جوه طيب وابيض، يعني يمكن الباب من بره شعنون وكول ووايلد وكده، لكن من تقفش ليه يا عديلو؟ في ايه؟ اوكي جايز، وي هاف تو جو، ليتس جو جوني. معاك حق، الوقت ما لسه بدري يا سي جوني. لا بدري ايه بقى؟ لا بدري ايه؟ بس بقول لكم ايه؟ احنا خلاص دي بقت قعدتنا. ها؟ دي بقت قعدتنا، قعدتنا هنا كل يوم، وهسيب لك الحاجة ونيجي بكرة. يا انس وتنور يا سي جوني. سي يو برو، سي يو، باي. جود باي جايز. سلام. لا لا لا، وسع وسع عشان ده هيمشي، ده بيمشي. سي يو جايز. ابن السازل احنا كمان يا قرش نروح بيوتنا عشان ننام. ايه على فين؟ كل واحد يطلع جنيه حق الشاي المجاني ده للعمده وصاحبه سيبوطس. قرايه يا قرش، انت دفعنا ثمن الشاي اللي شربناه في بيتك ولا ايه؟ ما انت منجعز في التكيه واكل وشرب وغناوي، ايه كل ده ببلاش؟ خلاص يا ابو عم، وما توقفش عروقك علينا، لا طق لك واحد امال. ادي 3 جنيه حق الشاي اللي طبخت انا واهلي ومامضو، ومعاهم نص جنيه تبسي كمان. سلام عليكم. يلا يا رجاله هنستنكم بكره عاد، ما تتاخروش.
اهدى ابو عزيز. وادي ابو عزيز. قوم يا سيزيزو. بلا مؤاخذة يا كبير، كنت مكوعك ده. اجيب لك بطانية يا حبيبي. يا ريت يا كبير. قوم يا جحش يا ابن ال... اهدى. الواد كأنه عنده هانج اوفر. يا فزاع. انت يا فزاع. امر جنابك. يا ركوب يا ده كبير. انا ارد اشم النسيم. ليه 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 يا كبير؟ ده لسه قدامه حبتين. كأنه الكريسماس. كنت جنابك احتفلت بيه. ليه ده لسه برضك يا كبير. ما العيد ايه النهارده؟ عيد العمال، عيد تحرير سينا، ولا اي عيد واصل يا سيد الناس. النهارده الاربع، ما هو ايش ويك اند يعني؟ الاربع يا كبير. امال ليه يا جالوس الطين؟ الغيط كلها فاضي، اربع تنفار عم تشتغل بس، فين الناس؟ انا مش حاطك هنا عشان تدير الشغل، فين الناس؟ يمين بالله كنت جاي اقول لجنابك على الموضوع ده يا كبير. الناس هدي لها يومين مع الجيش، واللي حياجي كانه ما جاش. فانا يعني طقست وشمشمت ورا الموضوع ده، وعرفت ان جولي بيه هيجمع الناس نواحي بيت حبيب القرش، وهيولعوا نار وهيشغلوا مزازيك، وهيقعدوا يعني استغفر الله العظيم يترقصوا من وش الصبح. يترقصوا؟ ايوه كبير. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما حد هدي بالبلد ورا غير جولي ده. اسمع يا فزاع. امر جنابك. يترقصوا؟ لوش الصبح يا كبير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمعني زين ونفذ اللي حقوله لك ده بالحرف. مين صاحب الأرض دي؟ أنا يا باشا. خير؟ عمر حضرتك الظابط. إيه ده؟ إزيك يا عمدة؟ هو حضرتك معاهم هنا؟ أكشلي أنا معاهم هنا. في محضر إزعاج متقدم في الناس اللي بتتجمع في الأرض دي. مين اللي مقدم البلاغ دي؟ أظن باين جدي. مين اللي مقدم البلاغ ده؟ ولا إيه يا فيزو؟ على العموم أنا مش هتاخذ أي إجراء قانوني دلوقتي، بس ده عشان خاطرك يا عمدة. ثانك يو. ويا ريت بلاش تجمهر ومزيكا عالية، لأن ده مش قانوني. دن. السلام عليكم. وعليكم السلام. Love you bro. Sometimes. الكبير المرة دي هو اللي بيضرب تحت الحزام. أوه. يضرب زي ما يضرب. مش الظابط قالك اللي بنعمله ده مش قانوني؟ So. أنا هخليه قانوني. إزاي يعني؟ شاركي. إيوه يا سي جوني. عاوزك في حوار فتيق. Follow me.
النهارده. ايه رايك يا معلم؟ عاجبك كده يا ابوي؟ عاجبك؟ قعدت تقول لي اخوك وما اخوكش. اديه خربها علينا كلنا. وضيع فلوسك وارضك على الرقص والمسخره ابن العبيطه. الله يرحمك ويسامحك. وانا بكلم مين من اساسه؟ بكلم مين؟ ما انت لو عايز كان زمانك مضيط معاه ومش بعيد تكون مسك له دي جي. واه انت بتكلم نفسك يا كبير؟ اعمل ايه يا هديه؟ ما انا ما بقليش حد اتكلم معاه غير نفسي. جوني مسخة على الاخر. طول الليل الناس تزيط معاه وترقص وتتلوى وتجد افضل عندي في السوق، بيبقوا خلصانين وما قادرين يشيلوا بطولهم. طب ما تعمل كيف ما بيعمل. كيف يعني؟ حاربه بنفس السلاح. باه اجيب له الشو الروسي وحربه بيه؟ ما قصديش. انا قصدي دوقوا من نفس الكاس اللي بيسقيه للناس. ما تنجزي يا شريهان، انجزي. عم تقولي لي فوازير وحوازير، ما تخلصي. حداك كلمة محددة قوليها، ما حداكش انكتمي. مش هو بيسهرهم عنديه وبيتعبهم طول الليل؟ انت تعبهم طول النهار، اكده مش هيروحوا عنديه. انت هدية انت؟ ده انت هزية. منهوب أراضيك أهلك وناسك دول أطيب ما فيكي
عايشين في قهر وظلم ومتحملين بلاويكي وحميكي حراميكي وكبيرك خطيك. دايس على البلد قالب عليها وطيها يا خفنا من ده الولد يا خفنا من ده الولد. في ايه؟ ايه يا اوفر؟ ايه؟ فين الناس؟ عايش في الوهم لوحدك؟ انا مش فاهم، في ايه؟ لحد امبارح كنا كومبلي والناس كلها مبسوطة، ايه اللي حصل؟ عديلو 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 ايه يا كبير؟ ايه يا كبير؟ لا مؤاخذة يا كبير، ما انا بشتغل اهو. كبير مين يا حبيبي؟ انا جوني. ايوه مستر جوني، بلا مؤاخذة اصل الكبير ساحلنا في الارض 14 ساعة شغل ومعذبنا وعمال يجيب لي حصنة ورجالة بتوعه ماسكة خرزين وعمالة تضرب فينا، بهدلونا يا مستر جوني بهدلونا. ايه جو مسلسل الوصية ده؟ طب الراجل منافس مني وقصدني انا، انتوا الناس العادية ذنبكم ايه؟ عشان احنا غلابة يا مستر جوني، ملناش كبير. احنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادلو اتنفخ يا مستر جوني. كام داون كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكرة بقى، دي حاجة غير آدمية، فين قانون العمل؟ فين قانون، قانون ايه؟ ايه قانون العمل؟ أنت بتفتي، هو وقت مالي بتقول أي كلام؟ راجل منفوخ يا هات له تمر هندي، هات له تمر هندي. على فكرة، قانون العمل ده معروف دولياً، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك. لانش بريك وكافي بريك معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتطبق فعلا؟ شور. طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق، ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص انا هات له تمر تمر تمر. يا دي عر انت وهو يا ما كفاياكوا الزفت الراحه دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير يا كبير، بقول لك ايه يا كبير، ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازه مصيف، وخلي بالك الاجازه دي مدفوعه الاجر كمان. هتصيف من متى بتصيف يا سيزيزو؟ وانت طول عمرك بتصيف في الترعه وتشتي فوق الفرن. يعني أنا قلت أقضي لي يومين أنا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي أو في السخنة. إيه دي اللي سخنة يا ملسوع؟ على العموم أنا مش جاي أستأذنك، أنا جاي أبلغك. لا والله فيك الخير. فيك الخير يا بو. قوم يا أنت هو ياد. قوم الشغل يا أنت هو ياد. فزاع. أملك يا كبير. إيه الوجع البربربة اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفعلي تقول الواحد منهم قوم الشغل كنا شغال في الأبوار. يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبراب بريك، هنهزره؟ طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلابك هتحملهم جديه ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعه ملتنا معلقه اللائحه دي وانا ما اعرفش اعمل حاجه. منه لله العين الاصفر، هيج علينا الحكومه. امانه الله يا كبير، هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون. يعني جلابك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو، بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والارض وطلع التصاريح كلاتها. حبيب القرش، اسمع يا فزاع. أمن جنابك عاوزك تروح لحبيب القرش
وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. امر جنابك. تعال هنا. اهل في المجدة. دهلته كراميلة. كوفي بريك. كوفي بريك. كوفي بريك. يا ملدوع. كوفي بريك. قررت تيجي تتبسط معانا وتشاركنا؟ يلا يا دي انت هوايات كل روح على بيته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي بلطجه ولا ايه؟ احنا برضك بتاع بلطجه كله بالقانون يا ولد ابوي. فزاع امر جنابك. اديهم الورق. تفضل. ايه يا فزاع ده؟ انت مش كنت بترقص هنا امبارح؟ انت بوشين يا ابني؟ يرد عليك ما تسيحنيش قدامه. مش فاهم حاجة، كله مكتوب بالعربي. اديه للفيسلوك اللي جنبك ده. مش ده بتاع القانون؟ خليه يقرا لك ويقول لك فيه. خد. يا نهار اسود، ايه في ايه؟ خيانة يا جوني، خيانة. انجز انجز، في ايه؟ حبيبي القرش عملها. طب ما عادي، سو وات، ما انا بعملها وانت بتعملها والكبير اكيد بيعملها. لا مش قصدي، حبيبي القرش عملها وباع بيته للكبير. او ماي جاد. طلع بوشين؟ طلع بوشين هو كمان؟ أظنك عرفت دلوك إن ليا في المطرح ده قد اللي ليك وزيادة شوية. طب أنت يعني ناوي تعمل إيه يعني؟ أول هام أنا كيف الفريق؟ محب الشريك، حفظ الشراكة اللي بيني وبينك. تاني هام أنا هقلب المطرح ده زريبة، لأن الزرايب قليلة والبهايم كثيرة، وحسب الورق اللي في يد الفرخ الشمرطة اللي جنبك دي أنا ليه حق الإدارة وتغيير النشاط. يلا يا ابن هنا، يلا عزيزي نروق المكان. يلا استنوا استنوا، مش عايز أشوف نظرة لك كسر دي في عينيكو. هدرس 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 بابا، لوك أت مي لوك أت مي، مش عايز أشوف نظرة لك كسر دي في عينك. بليز ما تشربش خروب، كفاية انشف يا جماعة. الانبساط عمره ما كان بالمكان، طول عمره بالإنسان، وإحنا زي ما عملنا المكان ده نعمل 100 مكان تاني. بس 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 خلصت المحاضرة. خدوا عندكم قانون العمل الجديد بتاع الكبير. ساعات العمل تبدأ من 6 صباحا، اللي حيجي في معاده حديه من عندي 20 جنيه، ولا يقعد ساعة بعد ساعات العمل اضافيه 20 جنيه. اما حد اللي هيتاخر فما يجيش من اساسه احسن له، لاني ما احسبش اليوم ده من اساسه. اما اللي هيجي قبل ساعات العمل بساعه ليه عندي مفاجاه جامده جدي. بس يا ترى كيف حنصحوا بدري ونيجوا بدري؟ لازم ننام بدري. توماس توماس، الناس كلها طلعت بوشين يا توماس، كل الناس طلعت بوشين. مش مصدق. بقول لك ايه يا دي يا توماس، انت انا برضك ما يخلصنيش يعني قطع العيش، عاوز اجرك انت والربراب اللي وراك، العده والاسطوانات والبامبو والحاجات دي. هتعمل بينا ايه؟ انت مش عايز تقلب المكان ده زريبه؟ انا سمعت يعني انك لما تسمع البهيمه مزيكا زينه تقوم تدر لبن اكتر وتجيب زبده كواليتي عاليه. يعني شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون ده بتاع البقره النيوزيلنديه المربربه دي اللي شكلها روش دي اللي عندها الجرس هنا؟ طب والله نايس ايديا. على فكره انا معاك يا كبير، ولعلمك بقى هعمل لك حته بلاي ليست مديره للبن. انت كمان طلعت بوشين؟ انت كمان طلعت بوشين؟ لا 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 لا، انا مش مصدق نفسي. هدرس. ايوه سيدوني. هات لي كاس خروب. كان بودي يا سيدوني، اصلا انا هنام بدري. امشي امشي وانت كمان. اوكي تعيش وتاخذ غيرها يا ولد ابوي.
على رأي المثل الشعبي ماني توك بولشيت ووك.